أبو زمان تفضل. نعم أبو زمان تفضل. شكرا سيدنا. حياكم الله بارك الله بكم. الله يحفظكم يا مولاي. مولاي عندي ابن أخوي عمره 37 سنة. نعم. إيه 37 سنة. فهو يصلي يعني متفاوت يعني مرات يتقطع صلاة يعني مو مستمر. صيام سنة يصوم وسنة ما يصوم. بني. فإحنا نريد نعرف يعني بالسنة إذا أريد نصلي له إيش ندفع إيش كثر، ولا أريد صيام بالشهر إيش كثر همات. توفى الأخ توفى؟ إي والله متوفي. أريد نعرف يعني بالسنة إيش كثر نطي صلاة وإيش كثر نطي صوم. واضح حياك الله. واضح. أبو زمان يقول ابن أخوي عمره 37 سنة وتوفى، كان يقطع بصلاته ويقطع بصومه، شو نسوي الآن؟ نريد احنا نعطي صلاة وصوم عنه، شنو اللي نسوي؟ إخواني أنا ما أدري، تقول لي ايش قد أنطي، أنا ما أدري ايش قد صلى ايش قد صام ايش قد كذا، أنتم تعرفون أنه هذا بالسنة ايش قد كان يصلي؟ أكثر السنة كان يصليها؟ كم شهر بالسنة كان يصلي؟ هذا أنتم تعرفون، أنتم قدروا وشوفوا شنو التقدير وأنطوا عنا صلاة أو أنطوا عنا صوم حسب تقديركم، تقديركم اللي أنتوا تعرفوه، أنا ما عايش وياه ولا أعرفه الله يرحمه. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم. شلون سيدي؟ بارك الله بكم. سيدي بس أنا عندي سؤال، أنا علي دور هواية أنا ما أعرف يد، بس الأحصى كلمة محمد ولا محمد؟ شلون حبيبي عفوا شنو؟ علي يعني نذور اخواني نذور يعني نذور ما اعرف من 10 6 ما اعرف ايش بس اعرف كل محمد ولا محمد شنو كان حالي يعني بس الصلاه على محمد نذورك؟ لا مو يعني يجوز اي شيء اكل يعني ولكن ناسين كلهن؟ اها بسم الله عليك. محمد شلون تنذر لو سمحت؟ شلون طريقه نذرك؟ طريقة نذري خلنا يعني إذا نجح مثلا قلت أبي أذبح الدجاج المزين. أحسنت حبيبي محمد، وإن شاء الله أنا أبين لك أنه هذا النذر شنو حكمه. مشكور يا حبيبي. نعم محمد، هذا الولد الله يحفظه يقول أنا هواية أنذر نذور كثيرة وأنساها وشنو اللي أسوي. بس محمد لما قلت له شلون تنذر قال أقول يا ربي إذا نجحتني أو أذبح لي دجاج الأم البنين. هذا مو نذر يا حبيبي محمد، هذا ليس نذرا، هذا مو نذر، هذه حكاية، وهي الحكاية ما لها أثر شرعي. النذر يحتاج لصيغة وصياغة، صيغة أو صياغة أو تعبير خاص، تعبير خاص، والتعبير الخاص للنذر هو أن تقول لله علي، لله علي أذبح ديكا، لله علي أذبح دجاجة إذا الله رزقني كذا، إيه هذا نذر شرعي. أما هذا الكلام اللي تقوله هذا ليس نذرا، ولا ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، الله يوفقك بحق محمد وآل محمد. الأخ عباس يقول أنا قبل فترة اداينت أموال من شخص ووالدي مريض، والآن يصر علي هذا أنه تعال رجع الفلوس وأنا ما عندي، جاي يصر علي يعني الديانة يصرون أنه رجع الفلوس وأنا ما عندي، شنو اللي أسوي؟ الجواب اللي يقترض أموال، اسمعوا جيدا يا شباب، اللي يقترض أموال من واحد يقول له راح أدفع لك يا فلان وقت، وصار الوقت بس بينه وبين الله ما عنده، بينه ما بين الله ما عنده، مو أنه يكذب. وبعض الناس عندهم يقول ما عنده، وعنده أملاك يقول أنا ما عندي، يقدر يبيع ملك ويعطي ديونه بس هو يخدع، ذاك ما يجوز له. أما ما عندي فالإسلام يقول لا يجوز لك، اسمعوا، لا يجوز لك أن تلح عليه وتصر عليه حتى يبيع بيته أو يبيع أشياء ضرورية. الإسلام يقول لابد أن تنتظره، لابد أن تنتظره، ما عنده شو تسوي؟ فنظرة إلى ميسرة، القرآن يقول فنظرة، نظرة عن تظرة إلى ميسرة، يعني إلى أن تتيسر حاله. فإذا قل له يا أخي انتظرنا والله أرحم الراحمين، أنا ما راح آكلك بس انتظرني
ولا تحاول، لا تحاول يا أخ عباس، لا تقول له انتظرني وأنا أزيد لك، ما يصير. أي زيادة بأموال الدين هذا ربا ما يجوز. قل له أنا اللي تطلبني إياه إن شاء الله أعطيك إياه، بس إن شاء الله انتظرني إلى أن الله سبحانه وتعالى يوسع علي. واضح حبيبي؟ موسى يقول أنا عندي محل غذائية والسلعة أبيعها على سعرين، يعني يريد هذا القلم الآن بألف دينار، وإذا يدطي فلوسه بعد شهر 1200 دينار، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، يجوز أن أبيع السلعة بقيمتين. يعني شون بقيمتين؟ أقول له إذا تشتريها نقد قيمتها كذا، وإذا تشتريها فقد يعني بالآجل قيمتها كذا، فبيعك بالنقد غير بيعك بالآجل، فما في إشكال، تجعل القيمة ماذا؟ نوعين، قيمة عالية وقيمة هابطة. أم محمد تفضلي. حياكم الله، تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. ذاك اليوم أنا شكيت وياه، قلت لك من بدرة. نعم. وعدنا بيت أخذوا من عندنا، وهذا الولد اللي أخذه من عندنا يشتغل مواسط العين، اسمه حيدر عبد الرزاق. بدون أسماء حجية، بدون أسماء بالبرنامج. أي بدون أسماء. رحم الله والديك. يقول هو هسه مشتكي علي أم القاضي ويريدني يوم الأربعاء. يقول على أساس أني من خابرت عليك أني سابة أبوه. حجية أم محمد الله يخليكي، أنت الأسبوع الماضي بينتي المسألة وقلت هذه نزاع، نزاع بينك وبين جماعة، هذا النزاع، هذا النزاع لازم نسمع الطرفين. هو رايح مشتكي علي على أساساني سابة أبوه. على أي حال هذه قضية نزاعية حجية، في المحاكم وفي القضايا لازم يعني تثبت، مو أنه أنا أشكرك. أنا من سبيت أبوه، هو رايح مشتكي علي من القاضي. أشكركم أختي، أنا بيّنت هذا الأمر، راح أيضا أعلق مرة أخرى. مشكورة أم محمد، حياكم الله. أم محمد في حلقة سابقة تكلمت بشكل طويل وعريض، عندها مشكلة في قطعة أرض في بدرة، وجايين ناس ومستحوذين عليها ومدري إيش، وفي دائرة الزراعة وقضايا كثيرة. تقول الآن راح مشتكي علي. حجية أختي، هاي القضية قضية المنازعات بين الطرفين، ما أقدر أنا أنطيك حق أو أسلب منه حق، لابد الطرفان يجلسان، هذا يقول اللي عنده وهذا اللي يقول اللي عنده، وبعدين الحاكم الشرعي يشوف الحق المن. أما أنت تحكين حكي وهو عنده حكي وأنا ما سامعه، فما يمكن أن نقول شيئا، ماذا أن نقول شيئا ونحن لم نسمع الطرف الآخر. فأرجوك في هالقضية اذهبي إلى المحاكم، أو اذهبي إلى أن تجمع الأطراف عند شخص يحكم بينكم.